صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time. طبعا بسعد بوجودي مع حضراتكم دائما. بنقدم كل أخبارنا الرياضية المتنوعة وكل فقرتنا هنكون مع بعض على مدار ساعة ونص مع حضراتكم. فرح علي في صباح On Time. نبتدي مع بعض كلامنا بأول أحداثنا الرياضية ومباراة مهمة جدا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، مباراة منتخبنا المصري مع منتخب بلجيكا. مباراة قوية ومهمة في نفس التوقيت، واللي إن شاء الله هتكون في دولة الكويت الشقيقة، وأكيد هيحضرها جماهير مصرية كتير متواجدين في الكويت بينتظروا وبيكونوا دايما يعني على موعد كده مع المباريات الهامة، بيكونوا بيدعموا طبعا مصرينا الحبيبة وكل الجماهير، سواء إذا كان جماهير الكويت اللي هتكون متواجدة أو الجماهير المصرية المتواجدة على الأراضي الكويتية. كلهم طبعا هيكونوا متواجدين وبيشجعوا كل لاعبتنا المصريين اللي بالتأكيد عايزين يكونوا يقدموا حاجة مشرفة لمنتخبنا المصري مع المدير الفني الجديد روي فيتوريا. المباراة زي ما احنا عارفين هتكون بمثابة أول اختبار حقيقي وقوي للجهاز الفني. هو مش اختبار عادي على فكرة، يعني الاختبار ممكن يكون اختبار عادي، لا ده مش اختبار عادي خالص، دي مباراة قوية قوي وقوية وممتعة في نفس التوقيت. انت بتلعب منتخب بلجيكا من المنتخبات اللي فيها زخم من النجوم الكبير، مرشحة بشكل كبير جدا دائما، منتخب قوي، منتخب مواجهته مش سهلة. لما واجهته قبل كده لا ده بقى افضل من حالاته اللي كانت قبل كده كمان. لا بنشوف انه المباراة دي مش هتكون سهلة ابدا. مباراة ان شاء الله اهميتها هتكون ايه؟ اهميتها هتكون حاجات كتيرة قوي. أهمية المباراة جاية من مشاركة كل النجوم من منتخب بلجيكا المصنف الثاني على العالم، واحد من أهم المرشحين للمنافسة على المونديال، ده غير أن نجومنا المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم صلاح هيكونوا في المباراة الودية دي. دي لو هنسميها هتكون فرصة كويسة جدا 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 أن احنا نخوض فكرة الاحتكاك العام، ان احنا يكون في احتكاك ما بيننا ما بين المنتخبات القويه. هفكر حضراتكم بالقائمه النهائيه برضو اللي اعلنها روي فيتوريا، علشان يمكن يكون كان في تغييرات كتير خلال الايام اللي فاتت، ولكن نسترجع مع بعض كده. القائمه في الاخر ضمت المحترفين وطبعا ضمت لاعبي بيراميدز في الايام الاخيره. نبتدي مع حضراتكم بالقائمه النهائيه من حراسه المرمى محمد الشناوي، احمد الشناوي ومحمد عواد. اما على خط الدفاع عمر جابر، اكرم توفيق، احمد حجازي، علي جبر، اسامه جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد. اما عن خط الوسط فطارق حامد، حمدي فتحي، محمد النيني، امام عاشور، محمود حماده، محمد مجدي قفشه، طاهر محمد طاهر، احمد السيد زيزو. وفي خط الهجوم محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، احمد حسن كوكا ومصطفى محمد. في الساعات الاولى من صباح اليوم اعلن الجهاز الفني للمنتخب المفاجأة الكبيرة الغير سارة، وهي استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب بعد ما اتصاب في مباراة فريقه فولسبيرغ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني. طبعا في المباراة فاز فيها فريق مرموش بهدفين مقابل هدف، وطبعا كانت مفاجأة غير سارة
تماما ان عمر مرموش يتصاب قبل مباراه هامه جدا، وبيعتبر من العناصر الاساسيه والمهمه لمنتخبنا المصري اللي لا غنى عنهم. امبارح انضم محمد النني واحمد حسن كوكا وطارق حامد واحمد حجازي، دول اخر المنضمين لمعسكر منتخبنا المصري، والنهارده المفروض انه محمد صلاح ينضم وينور ويكون متواجد في طبعا المباراه، زي ما حضراتكم عارفين هيكون في مباراه بعد ما انهى مبارياته مع فريق ليفربول، خلاص خلص كل مبارياته وهيكون متواجد مع منتخبنا المصري ان شاء الله. عاوز اقول انه احنا لازم نظهر بشكل كويس وبصوره كويسه وبصوره قويه. منتخبنا المصري قلت لكم المباراه دي مش هتكون سهله ابدا. المباريات اللي زي دي هفكركم من الذاكره كده، احنا لعبنا مثلا على سبيل المثال مع منتخب بلجيكا اكتر من مباراه وديه مع اكتر من جيل، في 99 لعبنا مباراه وقتها المدرب كان الكابتن جوهري الله يرحمه، ومعاه نجوم بطوله بوركينا فاسو 98 اغلبهم كانوا محترفين، طبعا بتكلم فيهم عن الصقر كابتن احمد حسن، مدحت عبد الهادي، عبد الظهر السقا، اللي كانوا محترفين في الدوري التركي وقتها، الكابتن هاني رمزي واللي كان بيلعب في نادي كايزر سلاوتن الالماني، ومعاه سمير كمونه كمان، محمد عماره، ياسر رضوان، كمان كابتن حازم امام كان في نادي اودينيزي في الدوري الايطالي، الكابتن نادر السيد كان وقتها محترف في الدوري البلجيكي، ومع النجوم دي طبعا كانوا التوأم اللي بيتخاف منهم دايما حسام وابراهيم حسن اللي كانوا متألقين، ونجحنا ان احنا نفوز بهدف سجله كابتن حازم امام، وعملنا مباراه قويه جدا جدا جدا، وكنا افضل من منتخب بلجيكا في التوقيت ده اللي لعب بكامل محترفيه على ارضه ووسط جماهيره، ولكن كنا احنا اللي افضل. في سنة 2005 مش عايزين ننسى مباراة مهمة جدا كانت مع المعلم الكابتن حسن شحاتة ومع الجيل الذهبي بالكامل، طبعا كان معاه الحضري، متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، وطبعا الراحل محمد عبد الوهاب وشوقي والصقر وابو تريكة وطارق السيد، كل النجوم دي في ملعب المقاولين العرب. كسبنا بلجيكا 4-0، عملنا مباراة ولا أروع، وسجل وقتها أحمد عيد عبد الملك هدف في قمة الروعة والجمال. أروح معاكم للتاريخ ونفتكر 2018 مع هيكتور كوبر، لعبنا آخر مباراة قبل الدخول في منافسات المونديال، ودي اللي يمكن في أول كلامي وحديثي معاكم كنت بتكلم عن المباراة دي، كانت مباراة ودية مع بلجيكا اللي كان وقتها معاها منتخب مرعب حرفيا، خسرنا 3-0 من رفاق العملاق لوكاكو، هازارد، كيفن دي بروين، يعني احنا لو افتكرنا المباراة دي مع بعض اللي شايفينها على الشاشة، لعبنا منتخب بلجيكا اكتر من مرة على مدار فترات وعلى مدار اجيال كتير جدا، لكن دايما بنقول وبنأكد انه ضروري ان احنا نظهر بشكل كويس، ضروري ان احنا نظهر بشكل جيد ونلعب باعصاب هاديه، لانها مباراه هتكون فيها متابعه جماهيريه كبيره جدا خصوصا من منافسين المنتخب البلجيكي في مجموعته، فدي فرصه لينا ان احنا نظهر بشكل كويس، فرصه ان كل لاعب من لاعبتنا يكون بيقدم اداء مميز لي ولمنتخبه، فطبعا يعني خلونا نقول ان دي مباراه مش هتكون هزار ابدا، خلاص احنا بنتكلم في ايام بسيطه جدا بتفصلنا عن المباراه، صحيح مباراه وديه ولكن نتائجها ومعناها وتقلها لا يساوي ذهب بالنسبه للمنتخب وبالنسبه للاعيبه، بنتمنى كل التوفيق للقائمه النهائيه لمجموعه اللاعيبه المتواجدين اللي بالتاكيد عايزين يقدموا حاجه لمنتخبنا المصري ولمصرنا الحبيبه. خلوني بقى اروح معاكم كده ونتكلم عن المونديال، وخلاص ايام بسيطه وساعات بسيطه بتفصلنا عن المونديال، كل يوم بيقرب بنكون عندنا شغف اكبر، بيكون عندنا اثاره لمتابعه المباريات، اكيد كلنا كنا بنتمنى ان بلدنا مصر تكون موجوده، عمري ما هضحك عليكم واقول لكم ان احنا عندنا نفس الشغف اللي بيكون موجود لما مصر بتكون مشاركه، عمري ما هضحك عليكم واقول لكم هنشوف نفس الجماهير اللي كانت بتسافر والطيارات اللي رايحه جايه والجماهير اللي بتشرفنا ومتواجدين والانترفيوز والناس اللي موجوده هناك وبتسعد وبتحتفل وبتفرح بمنتخبها، ولكن
الجايات افضل ان شاء الله، اكتر واحسن، ولسه التحديات كتير قدام الفراعنه باذن الله. ولكن عايزه اتكلم معاكم عن المنتخبات الافريقيه، حظوظها في البطوله هتكون عامله ازاي. عندنا 5 منتخبات، سواء كان السنغال، تونس، المغرب، الكاميرون، غانا. هل من الممكن ان احنا نشوف منتخب افريقي مثلا على سبيل المثال في الدور ربع النهائي اللي بكلمكم عليهم زي ما حصل قبل كده في 3 مناسبات وهنتكلم عنهم دلوقتي مع بعض، ولا ممكن نشوف مفاجاه قوية جدا بوصول منتخب إفريقي للدور نصف النهائي؟ خلونا نفكر مع بعض ونعمل عملية فلاش باك كده لأهم إنجازات المنتخبات الإفريقية في نسخ كأس العالم كانت عاملة إزاي. في 82 كانت بداية تألق الأفارقة في كأس العالم، بالتحديد مع الجزائر اللي كسبت ألمانيا وتشيلي مع جيل النجم الكبير رابح مجر، وللأسف خرجت بسبب مؤامرة ألمانيا والنمسا الشهيرة المعروفة. يعني نفتكر مع بعض كده، دي كانت من المؤامرات المهمة جدا والفاصلة في تاريخ كاس العالم. في نهائيات 86 كان أسود الأطلس منتخب المغرب على موعد مع التألق بعد ما احتلوا قمة مجموعتهم واللي ضمت إنجلترا، بولندا، البرتغال مع جيل التيمومي وعزيز بودربالا والحارس الذكي ووصول للدور الثاني طبعا، ولكن خسروا من ألمانيا بهدف في اللحظات الأخيرة. نروح لنهائيات عام 90 واللي شارك فيها منتخب مصر، اتعادل مع هولندا تعادل تاريخي 1-1 بعد تعادل مع أيرلندا بدون أهداف وخسارة من إنجلترا بنتيجة هدف مقابل لا شيء. كان منتخب الكاميرون على موعد مع قمة النجاح الإفريقي في نهائيات المونديال بعد ما كسب الأرجنتين في ضربة البداية 1-0. كمل الطريق ووصل لمنافسات الدور ثمن النهائي وكسب كولومبيا بنتيجة 2-1 وخرج من الدور ربع النهائي قدام إنجلترا بنتيجة 3-2. وكان النجم العالمي روجي ميلا هو أحد أهم نجوم البطولة وقتها، محدش ينساه طبعا، كل عشاء المنتخبات في التوقيت ده واللي بيتابعوا كأس العالم على مدار الأجيال ما ينسوهوش طبعا. في نهائيات 94 سطع اسم نسور نيجيريا لأول مرة مع جيل راشيدي ياكيني وإيمانويل نجم الزمالك طبعا، ووصلوا للدور ثمن النهائي وخرجوا بضربة حظ أمام منتخب إيطاليا في الثواني الأخيرة. من أكتر برضو المباريات اللي ما ننساهاش والمتعة، ودايما بنقول إنه في بعض اللعيبة من كتر ما أنت بتحبهم تلاقي نفسك بتشجع المنتخب اللي بيلعبوا فيه، وأعتقد إن هو ده سلو الحياة أو هو ده اللي معتادين عليه في بطولات كأس العالم. بتلاقي كل واحد بيحب لاعب بيشجعه فبيشجع منتخب بلاده، وشفنا ده يعني زي ما بفتكر مع حضراتكم إيمانويل في التوقيت ده، شفنا ده مع لعيبة كتير جدا على مدار سنوات طويلة في كل البطولات، بتحب لاعب بتشجع المنتخب اللي بيلعب فيه. فطبعا نيجيريا وقتها كانت عاملة حالة وإثارة رائعة جدا، وبنفتكر مع بعض التاريخ برضو. لو هنروح لنهائيات 98 كانت نيجيريا الوجهة المشرفة للكرة الإفريقية في العالم بعد فوز عظيم جدا في التوقيت ده، والفوز ده كان على إسبانيا بنتيجة 3-2 وعلى باراغواي 1-0، ووصلوا للدور ثمن النهائي وكان إنجاز عظيم جدا. أفتكر معاكم في نسخة 2002 حقيقة كانت واحدة من أجمل نسخ المونديال واللي شارك فيها الأفارقة، وده بعد إنجاز منتخب السنغال أمام طبعا العملاق بقيادة الحاج ضيوف والفوز على فرنسا في ماتش الافتتاح، وبعده السويد في الدور ثمن النهائي والوصول لماتش تركيا في الدور ربع النهائي واللي خسرته السنغال في الوقت الإضافي، وكانت السنغال في النسخة دي أكتر من ممتازة. كمان ما اقدرش انسى نسخة 2010 واللي وصل فيها منتخب غانا للدور ربع النهائي وعملوا كل حاجة عظيمة في البطولة. كانوا قريبين جدا من الفوز على أوروغواي وان هم يوصلوا للدور نصف النهائي، لكن لويس سواريز كان ليه رأي تاني لما منع هدف غانا من على خط المرمى بإيده. أخيرا
نسخة 2014 كانت آخر نسخة شهدت تألق الأفارقة لما وصلوا محاربي الصحراء منتخب الجزائر للدور ثمن النهائي وكسبوا منتخب كوريا واتعادلوا مع روسيا في مرحلة المجموعات، خرجوا من ألمانيا بطلة المونديال في الوقت الإضافي. المونديال الحالي هتكلم عن المنتخبات الإفريقية، عندها تحدي كبير جداً، السنغال معها هولندا والإكوادور وقطر، أكيد فرصها في التأهل مع هولندا موجودة، هتكون في منافسة مع قطر والإكوادور. المغرب لو رحنا لها عندها تحدي كبير جدا في المجموعة اللي بتضم بلجيكا وكرواتيا وكندا، وفرص تأهل طبعا أسود الأطلسي مع النجوم أشرف حكيمي حكيم زياش كبيرة جدا مع منتخب بلجيكا. لو رحت معاكم لتونس مع فرنسا مع أستراليا مع الدنمارك، الموضوع صعب شوية على تونس على فكرة، لكن كل شيء وارد. وبأكد كلامي، تونس وسياستها المعتادة خلال المباريات اللي فاتت للمنتخب التونسي، فكرة ان انا افرط في اكتر من مباراة وان انا ارجع اجي من بعيد علشان احاول الحق نفسي، مش هينفع. مباراة منتخب تونس هتكون قوية في كل مباراة، المجموعة صعبة جدا، مفيش فكرة ان انا افرط في فوز والتاني وتعادل وبتاع واقدر ان انا ارجع سريعا، لا صعب، لازم منتخب تونس يحافظ على الفوز من اول مباراة علشان يكون متواجد وبيحجز مكانه كده في البداية، ما يبقاش خلاص بعد فوات الاوان وبيحاول يبحث عن التأهل. غانا معها البرتغال وأوروغواي وكوريا، واكيد برضو مجموعة صعبة على رفاق النجمة أندريا آيو، والتأهل مع البرتغال هيكون مش سهل أبدا، لأن المنافسة مع أوروغواي وكوريا موضوع محتاج مجهود كبير وشديد وتركيز من البداية. أخيرا أختم معكم الكلام بالكاميرون، معها البرازيل وصربيا وسويسرا، وطبعا برضو نفس الأمر، فرص الكاميرون صعبة شوية في التأهل لكن كل شيء وارد. مشاهدينا يعني اتكلمنا كده مع بعض سريعا، استرجعنا تاريخ كاس العالم، مشاركة المنتخبات العربية والإفريقية، فرص تأهلهم بإذن الله هتكون عاملة إزاي، ورجعنا للتاريخ وافتكرنا حاجات جميلة جدا مع بعض، ودايما هنكون على مدار الأيام القادمة بفتكر معاكم ذكريات كتير ونحاول نسترجع المباريات الهامة في تاريخ كاس العالم. أروح معاكم للفقرة اللي بحبكم تتفاعلوا معايا فيها، وبالتأكيد أعرف توقعاتكم لمين هيفوز بجائزة لاعب كاس العالم قطر 2022، مين أفضل لاعب من وجهة نظركم. طبعا كل ده في فقرة اللعبة، منتظركم تتفاعلوا معنا على مدار الحلقة وتبعتوا كل إجاباتكم وتوقعاتكم على صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. لسه عندنا أخبار وفقرات كتير هتكون على مدار الحلقة، فاصل قصير ونرجع نستكمل كلامنا معكم. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه بنستكمل معاكم باقي فقرتنا وأخبارنا في صباح أون تايم. وصلت معاكم دلوقتي للتوقيت اللي بنستعرض معاكم أبرز التصريحات والتعليقات في فقرة تصريح وتعليق. أول تصريح معايا وهبتدي مع حضراتكم كده تصريحاتنا بيه هو من الكابتن عبد الله السعيد، اللي قال فيه الأهلي فعل كل شيء لتدمير مستقبلي. قال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز عبر صحيفة دي أتلتيك الإنجليزية، إدارة الأهلي بتفعل كل شيء إن هي تدمر مستقبلي، والوضع ده بيأثر على مستقبلي، ولا أعتقد إنني ارتكبت أي خطأ. لم أتوصل لاتفاق جديد عقدي مع الأهلي في البداية، ولذلك تحدث الزمالك معي وكان لدينا اتفاق وقعت عقد مع الفريق الأبيض، طلبت من الزمالك التزام الصمت عدم إعلان توقيعي لأن الأهلي هيجمدني لو عرف بده، وهو ما كان سيؤثر على فرص مشاركتي في كاس العالم 2018. بعد حديث رئيس الزمالك عن صفقة القرن، تحدث معي مسؤولي النادي الأهلي، طلبوني بالتوقيع وسيفعلون لي ما أريد. الأهلي اتخذ قرار بعدم مشاركتي بعد تجديد عقدي معهم، والقرار ده أصابني بالدهشة، فلماذا لم يتركني الأهلي أرحل لفريق آخر إذا كان يريد تجميدي؟ وافقت على عرض الأهلي السعودي رغم أنني فكرت في البداية في رفض العرض بسبب وجود بند يجعل عودتي للدوري المصري من خلال النادي الأهلي. تواصلت مع إدارة الأهلي السعودي، أخبروني أنه يحق لي خوض مدة عقدي مع الفريق، وإذا لم يتم التجديد فمن حقي الرحيل مجانا،
ولكن الأمور وصلت لنقطة الرحيل سريعا لرغبة الأهلي السعودي في ضم لعيبة آخرين أجانب. طبعا استشرت المحامين بعد رحيلي عن النادي الأهلي السعودي، أكد لي الجميع أنه لا يوجد شخص يستطيع إجبارك على اللعب لفريق ما دمت لاعبا حرا لا ترتبط بعقود. في النهاية لا أعلم سر ملاحقة الأهلي المصري لي، لعبت لهذا الفريق لمدة 6 أعوام، كنت في قمة الاحترافية، ما أثرتش أي مشاكل، وربما قرار التوقيع لفريق منافس أتلهم، وربما هو شيء شخصي ولكنني لا أعرف السبب الحقيقي. أنا مندهش وحزين من تصرفات إدارة الأهلي الفريق الكبير في إفريقيا وتعامله مع لاعب بهذه الطريقة. الحقيقة أن التصريحات اللي خرجت من قبل عبد الله السعيد ده نصها بالتفاصيل. التصريحات كانت مفاجأة كبيرة لأسباب عديدة هنقولها مع بعض. أول حاجة، عبد الله السعيد من اللعيبة اللي على طول في حالة صمت، مش مقل في التصريحات بل إنه لا يصرح تماما في ظل اشتعال الأزمة، سواء إذا كان بتوقيعه لنادي الزمالك أو بتوقيعه للنادي الأهلي أو إعادة توقيعه للنادي الأهلي، تخلي النادي الأهلي عنه في توقيت كان عبد الله السعيد بالتأكيد في صدمة كبيرة جدا، زي ما هو بيقول إنه كان في قمة اندهاشه، وانتقل لفريق الأهلي السعودي بعد عودته من الأهلي السعودي على فريق بيراميدز في مباراة كانت مثيرة يعني للدهشة، وكانت مباراة قوية جدا، وعبد الله السعيد أحرز هدف التوقيت ده في مرمى النادي الأهلي، وكانت رجوعه سريع، يعني كان في يوم بينضم لبيراميدز بيشارك معاهم بيتألق. في ظل كل ده، في ظل الأزمة الأخيرة لما النادي الأهلي رفع قضية على عبد الله السعيد، عبد الله السعيد رد بعد كده بالتظلم، وابتدت الأزمة تثار وتنطلق وترتفع وكل حاجة، قولوا زي ما تقولوا، في الآخر إيه اللي حصل؟ عبد الله السعيد لم يصرح بأي تصريح. طيب هل بعد ما الأمور هديت الفترة اللي فاتت، ويمكن يكون ما كانش فيه جديد في الأمر، عبد الله السعيد إيه أسباب اختياره للتوقيت ده ان هو يصرح مثل هذه التصريحات؟ هل ممكن يكون استشار حد مقرب لي؟ هل ممكن يكون شايف انه مثلا التصريحات ده في التوقيت ده ممكن ان هي تعمل نوع من انواع الضغط على النادي الاهلي في فكرة ان يكون في تنازل عن القضية، الوصول لحل ودي ما بين الطرفين؟ برضو وارد، برضو ممكن. هل ممكن يكون اختياره لصحيفة غير مصرية ان هو يجري معاها الحوار خارج مصر علشان الموضوع يكون ليه أغراض أخرى، أو انه ينتشر بشكل مختلف، أو انه ما يختارش وسيلة إعلامية مصرية أو صحيفة مصرية ان هو يعمل معاها الحوار ده في ظل عدم وجود أي تصريحات من قبل عبد الله السعيد؟ طيب نفكر في السؤال الثاني، عبد الله السعيد لما قرر ان هو يعتزل دوليا، هل سمعت له أي تصريح في التوقيت ده؟ هل شفت أي حوار تلفزيوني معاه؟ هل شفت أي تصريح إعلامي في التوقيت ده؟ لا، بل ترك الجمهور يتساءل واكتفى بكتابته فقط على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه هو بيعتزل اللعب الدولي ولم يتراجع. طبعا كل لاعب بيشوف الأمثل والأفضل ليه في التوقيت ده، وأكيد طبعا كل التوفيق ليه في أي خطوة بيتخذها كلاعب بالتأكيد. ولكن اللي احنا عايزين نطلع منه بكل الحدوتة دي، فكرة أنه لاعب بعد ما الأمور تهدى ما أعتقدش أنه كان الحل الأمثل والأفضل لمثل ليه التصريحات في التوقيت ده. فكرة أنه الأمور خلاص أخذت مجراها الطبيعي، القانون ما بيني وما بينك كمجلس إدارة النادي الأهلي وما بين اللاعب، خلاص القانون هو اللي ماشي، في الآخر حقي هاخده حقك هتاخده والموضوع هينتهي. في نفس التوقيت هل بقى ممكن أن احنا بنبتدي نشوف رد فعل من مجلس إدارة النادي الأهلي على مثل ليه التصريحات؟ سمعنا وارد تكون بعض الشائعات بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ممكن نشوف رد فعل؟ هل ممكن نشوف تصريحات رايحة جاية؟ أعتقد أنه بشكل عام التصريحات يعني يمكن تكون كانت مفاجأة شوية. استخدام عبد الله السعيد لمصطلح زي توقيع لنادي الزمالك أتلهم،
وحضراتكم عارفين انه احنا مقبلين على فترة مهمة جدا لمنتخبنا المصري، وفكرة الاحتقان والتعصب الجماهيري، وفكرة انه احنا مش عايزين دايما نسلط الضوء على فكرة انه خلاص اهلي وزمالك، زمالك واهلي، وانه لاعب انتقل من هنا لهنا، كهربا رحل من نادي الزمالك للاهلي، عبد الله السعيد رحل من الاهلي وقع للزمالك. الحدوتة دي والتفاصيل دي كلها لما بتنتشر ولما بتنور ولما بتيجي ولما بنعيشها ما بتكونش افضل حاجه وما بتكونش احسن حاجه بتمر على الكره المصريه، لان بنشوف كميه تعصب واحتقان جماهيري لا مثيل له، وبنشوف كميه تصريحات وقيل وقال على مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور بيرد وجمهور بيرد، وده بيضايق ده وده بيغيظ ده. لا، الحدوته كلها ما بتكونش الافضل وما بتكونش الامثل وما بتكونش الاصح. عايزين نكون مركزين خلال الفتره القادمه في مستقبل منتخبنا المصري، عايزين نكون مركزين الفتره القادمه في فكره عدم التعصب وعدم الاحتقان الجماهيري. اعتقد ان يمكن يكون عبد الله السعيد من حق اي لاعب انه يصرح، من حق اي لاعب يكون عنده وجهات نظر، من حق اي لاعب يدافع عن مستقبله وعن حياته وعن امواله وعن فلوسه وعن شقاه وعن تعبه، وقوله زي ما تقوله. وهنا في التوقيت ده احنا تماما مع اي لاعب يكون بيصرح، ولكن توقيت التصريحات، استخدام الكلمات اللي تم التصريح بيها في التوقيت ده ومع صحيفة أجنبية وخلاص الأمور يعني أخذت المجرى الطبيعي للقانون، هي اللي يمكن تكون أثارت علامات استفهام كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس. وبالتأكيد يعني دايما بيكون دورنا أن احنا نناقش مع حضراتكم التصريحات ونقول وجهات النظر. أروح معاكم دلوقتي لتصريح آخر من أليو ديانج، واللي بيقول: كنت حزينا للغياب عن نهائي القرن وطموحي هو أن أذهب إلى أوروبا. قال أليو ديانج لاعب الأهلي في تصريحات عبر موقع النادي الأهلي الرسمي: اللعب في الأهلي يتطلب منك الالتزام بشكل أكبر، كنت حزينا بسبب غيابي عن نهائي القرن، لم أشارك بسبب الإصابة بكورونا، ولكن هذا قدر الله وما شاء فعل، قدر ان انا ما شاركش وان يخسر الفريق، لا احد يعلم ماذا سيحدث. شاهدت المباراه في المنزل، كنت مع الفريق بكل قلبي، اتمنيت له الفوز والحمد لله حققنا الفوز، وهذه اول بطوله دوري ابطال افريقيا في مسيرتي، ونسيت حتى اصابتي بكورونا. لا يمكنني وصف هدف الفوز، كان شعور رائع ومماثل لشعور الجمهور، كان الأمر رائعا في النهائي أمام الزمالك، والبلد كلها اكتست باللون الأحمر، وفرحة الجمهور كانت أكثر منا 100 مرة. في كأس العالم للأندية أثناء تسلم الميداليات البرونزية كان موسيماني بيعمل مقابلة وقابل نجولو كانتي اللي سأله عني وطلب مني العودة من حافلة الفريق ليعطيني قميصه، وعندما ذهب كان يجب يجري مقابلة، وبعدما انتهى وجه التحية وأنا كذلك تبادلنا القمصان معا، إلا أنا في نصف الطريق، طموحي واضح جدا وهو أن أذهب إلى أوروبا واللعب في أكبر الأندية هناك، أنا في أفريقيا وألعب لأكبر نادي في القارة، ولكن أحلم بالاحتراف في أحد أكبر الأندية في أوروبا. بحب قوي التصريحات الواضحة والصريحة دي، يعني انه يكون لاعب متألق مع نادي ونادي كبير وبيقول اكبر نادي في افريقيا، ويكون لاعب مش عادي، يعني مش اللي هو بصرح وخلاص، ومش اللي هو بعمل تصريحات عشان اثير الجدل، ومش اللي هو انا لاعب مش منور فبعمل تصريحات عشان الناس تتكلم عني. يعني الحدوتة دي كلها ما اعتقدش ان هي ابدا بتنطبق على أليو ديانج، لاعب متألق من افضل لاعيبة خط الوسط المتواجدين في الدوري، بل ممكن يكون افضل لاعب خط وسط حاليا بصراحة، بيتألق مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا جدا جدا، ودايما وجوده مؤثر مع النادي الأهلي بقاله فترات طويلة، مستواه ما بينخفضش، مستواه ثابت على مدار فترات كبيرة جدا مع النادي الأهلي. فكرة ان تصريحاته تكون واضحة وصريحة هو مقسمها، اول حاجة قد ايه بيقدر جماهير الاهلي العظيمة وبيتكلم عنهم، ان هو عارف مدى تأثيرهم مع مباراة السوبر المصري الاخيرة، وانه بيقول انه يمكن فرحة الجمهور كانت قوية جدا وان اللعيبة كانوا مبسوطين جدا، تكلم عن اصابته ومدى تأثير اصابته عن عدم مشاركته في المباراة ده، يعني يمكن يكون من الحاجات اللي كانت مأثرة فيه، ولكن فرحة الجمهور الاهلي وفوز النادي الاهلي هون عليه الاصابة. الجزئية الخاصة وجوده قد ايه ممتن لوجوده في النادي الاهلي، وان هو بيشتغل في نادي كبير جدا وبيحترم النادي ده، ولكن في الاخر اختتم تصريحاته بانه بيامل ان هو يحترف في اوروبا، وانه لسه
هو وصل لمنتصف طموحاته وانه لسه الطموحات عنده ما اكتملتش، لسه عنده كتير ولسه عايز يشتغل على نفسه اكتر ولسه عايز يشوف نفسه في يوم من الايام متواجد في الاحتراف الاوروبي يكون بيحترف في الدوريات الاوروبيه. اعتقد مش بعيد خالص على اليو ديانج. اليو ديانج لاعب من اللعيبه اللي جالهم عروض كتير قوي خلال الفترات اللي فاتت، يمكن يكون يعني اداره النادي الاهلي بتختار له عايزين نقول العرض الافضل والعرض الانسب ليه قبل اتخاذ اي قرار، لانه لاعب تقله ذهب زي ما بنقول. فاعتقد انه من اللعيبه اللي لسه عندهم طموح ووارد ان احنا نشوفه في الدوريات الاوروبيه في يوم من الايام، بنتمنى له كل التوفيق. اروح مع حضراتكم لتصريح معانا دلوقتي من رونالدو. رونالدو امبارح يعني صرح تصريحات ايه ده، قلبت الدنيا قلبت الدنيا. رونالدو امبارح يعني زي ما بنقول كده كشر عن انيابه، قال كلام لن تتخيل انه كان ممكن يخرج منه بعد حاله من الصمت والضغوط. ولكن دايما بنقول لما الواحد بيتضغط قوي بقى خلاص وبيكون فاض بيه الامر بيوصل لمرحله انه بيقول كل اللي جواه، وقبل اي تصريح بيكون فيه ترتيبات معينة علشان اختار ان انا اصرح في التوقيت ده. ودي الحنكة، يعني ان يكون عندي الحنكة والذكاء ان انا اختار التوقيت ده ان انا اصرح، هي دي الحدوتة وهي دي اللعبة. رونالدو بيقول في تصريحاته: مانشستر يونايتد خني ولا احترم تنهاج. وصف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الفترة اللي بيعيشها حاليا مع ناديه بالأصعب في حياته على الصعيدين سواء كان المهني والشخصي. قال رونالدو إنه بيشعر بالخيانة من الطريقة اللي تعامل بيها من قبل مانشستر يونايتد، ومنزعج من إنه هو أصبح كبش فدا بيلقى باللوم عليه في كل حدث بشكل خاطئ في النادي. بيعتقد إنه يتم إجباره الآن للرحيل. عن المدرب الهولندي تنهاج قال رونالدو: أنا لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام، إذا لم تكن تحترمني فلن أحترمك أبدا. وعن واين روني لاعب مانشستر يونايتد السابق اللي هاجم رونالدو علنا لأشهر طبعا واحد من يونايتد على التخلص منه، رد قائلا: لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب بمستوى عالي. يعني رونالدو بصراحة قال كل اللي هو عايز يقوله، يمكن ما فيش حاجة جواه ما قالهاش. اتكلم عن زميله ان هو علشان رونالدو أشهر منه وعلشان رونالدو بيشارك أكتر منه وعشان رونالدو متألق وعشان رونالدو لسه بيلعب وانه اللاعب اعتزل. فواين روني طبعا زي ما حضرتكم عارفين فهو ده السبب انه واين روني بيغلط في رونالدو بيهاجمه دايما. هو بيقول له بمنتهى الصراحة: انت راجل منافسين مني، يعني هو بيقولها صراحة كده، انا احسن منك وانا اشهر منك وانا لسه بلعب وانت اعتزلت. عارفين فكرة حدوتة لما بتلاقي مدير فني وبيلعب تحته في بعض الامثله كده لاعب وكانوا بيلعبوا مع بعض في فريق وفجاه اللاعب ده بقى مدير فني او مساعد مدير فني واللاعب لسه بيلعب، فبتلاقي بقى ايه النفسيات كده بتطلع. هي ورده وممكن وبنشوفها وطبيعيه، وده اللي بنعيشه في كتير من احداث الكره عموما. يعني شفنا ده كتير جدا 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 على مدار الاجيال سواء كان اوروبيا او محليا. ولكن انك تقول ده وانك تطلع تصرح بده بصراحه مفاجاه، انه رونالدو يطلع يقول عن المدير الفني تنهاج ان هو انا مش بحترمك عشان انت ما بتحترمنيش، هي مفاجاه. وانه اللاعب قرر ان هو يعترف بكل حاجه بداخله. ولكن بنقول بقى ليه رونالدو اختار التوقيت ده ان هو يصرح بالتصريحات دي؟ بالتاكيد حضراتكم عارفين انه احنا داخلين على مرحله كاس العالم، وان في فتره توقف، وانه بعد فترة التوقف دي وكاس العالم ينتهي هنكون خلاص على اعتاب بداية الانتقالات الشتوية، وهو مشارك مع منتخب البرتغال في كاس العالم. فطبيعي ان هيكون في حالة توهج ونهم واصرار وتعويض عن حالة الكبت الشديد جدا اللي عاشها رونالدو داخل مانشستر يونايتد خلال الفترات والايام اللي فاتت. فوارد جدا ان يكون رونالدو بالفعل حدد وجهته المقبلة وانه خلاص رتب اموره وخلص دنيته وتعاقد، وفي الاخر المجرد الموضوع هيكون عبارة عن اعلان
في التوقيت الصحيح، ولكن ان انا قرر ان انا اقطع كل الحبال تماما وان ما يكونش اي في علاقه معروف ما بيني وما بين المدير الفني ولا اداره النادي ولا اي زميل. حتى يعني احنا شفنا على مدار فترات فاتت كان رونالدو بيطلع يهاجم بعض زمايله وبيقولوا ان ما فيش حاله انسجام ما بينهم وما بينهم، وده بيكمل برضو نفس الامر. لكن قوة التصريحات وجراءة التصريحات في التوقيت ده وراها حاجات كتيرة قوي هنعرفها في الوقت الصحيح. مشاهدينا لسه عندنا كلام كتير، ولكن هنروح مع حضراتكم دلوقتي نستمتع بتقرير عن بطولة الجمهورية للسباحة لذوي الهمم، ومن بعدها نروح لفاصل ونرجع لكم نستكمل باقي حديثنا. عدد الأندية كتير قوي مشتركين، لأن دي بطولة الجمهورية بعد ما خلصنا بطولة بحري وبعدين بطولة إبلي اللي طلع دخلنا في بطولة الجمهورية دي، في عدد كبير جدا من السباحين المتواجدين معنا. بالنسبة للتحكيم معنا طاقم تحكيم متميز، معنا مقاطيين، معنا رئيس مقاطيين طرق دوران، يعني مجموعة متكاملة جدا من الناس المتميزة من التحكيم، والحمد لله النتائج طالعة كويسة جدا، واللي هم اللي فعلا الأولاد يستاهلوا ان احنا نتعب ونجتهد عشانهم. احنا بنبدا بطوله الجمهوريه الاول ببطولات المناطق وافرع الاتحاد. احنا كان عندنا البطوله في التصفيات الاولى بطوله منطقه اسكندريه ومدن القناه، وكان مقامة هذه البطولة في الأسكندرية خلال الشهر الماضي. والحقيقة لما رحنا وخلصنا البطولة اتصعد الأربعة الأوائل في كل سبق للمشاركة في بطولة الجمهورية المقامة حاليا، وبعدها أقيمت في النادي الأهلي بمدينة نصر بطولة القاهرة ووجه إبلي اللي أقيمت برضو في خلال الأسبوعين اللي فاتوا، اللي تأهل منها في كل سبق أربع أبطال بنين وبنات في جميع الفئات الطبية المختلفة للمشاركة في هذه البطولة. عدد الهيئات الحقيقة اللي شاركت وصلنا لحوالي 45 هيئة مختلفة بحدود 565 سباح وسباحة. هو في تعاون اكيد بيننا يعني على الوجه الاداري سواء الحكام او المياه، لانها طبعا كل شغلنا طبعا قانون الدولي للسباحه، بس الاتحاد المصري للعقيدة الزنية هو اتحاد منفصل اداريا لان هو تبع اللجنه البارالمبيه المصريه، اما اتحاد السباحه هو تبع اللجنه الاولمبيه المصريه. هي البطوله بتبقى نازله من خطه النشاط الرياضي، بيبقى منزلين بيبقى معلنين الناس، بيبقى فيها كذا مرحله. المرحله الاولانيه هي تجهيز النشره الفنيه للبطوله، ودي طبعا تبقى نازله بفتره كافيه للناس مش اقل من شهر ونص او شهرين عشان يتم التجهيز ليها، وبعد كده بيتم ارسال اسماء اللاعبين المشاركين وسباقاتهم، دي المرحله الثانيه، وبعد كده بيتم تنسيق الاجتماع الفني معاهم وتظبيط المسابقات والايفنتات والشروط الفنيه للبطوله والكلام ده كله، مراجعتها مع المدربين الفنيين بتاعهم. وبعد كده المرحله الثالثه اللي هي الاسكورات، والمرحله الرابعه اللي هي ان شاء الله انت شايفها دي اخر حاجه اللي هي البطوله. هو الهدف من البطوله دي طبعا اولا بطوله جمهوريه اللي احنا بنختار فيها المنتخب السباحين من افضل السباحين اللي احنا بنختارهم بناء على رقم القياس بتاعه السباح. بيتم اختيار السباح وفقا للرقم اللي احنا بنحطه تبع الارقام اللي احنا بنحطها تبع الاتحاد، بناء على هذه الرقم بيتم اختيار السباح وفقا لانضمامه لايه لمنتخب مصر السباحه، على حسب سباقات الحره الباك البريست الدولفين اوكي، وحتى السباقات اللي الطويله 400 متر حره ده بيتم اختيار برضه وفقا ليه للرقم الموجود داخل الجدول اللي احنا حاطينه تبع الاتحاد المصري. لا الحمد لله بفضل ربنا طبعا عسكرنا الفتره اللي فاتت اوكي، المعسكرات دي الحمد لله فادت كتير جدا للسباحين الخاصه بالداون والفكري والتوحد. ارقام الفكري عندنا الحمد لله يعني الحمد لله كويسه اوكي، اما ارقام التوحد برضو كويسه وارقام الداون كويسه، بس في ارقام قريبين جدا في بطولات العالم ممكن نحقق فيها ثالث ورابع. حتى البطوله المقامه النهارده برضو باسيا دي ترتيبنا فيها في ثالث وفي ناس هتحقق رابع ان شاء الله بناء على الارقام الموجوده عندنا الحمد لله في المنتخب. انا بطل السباحه، انا قبل كده بلعب فروسيه وبينج بونج تمام، والنهارده اكسب سباق الحمد لله، مت جبت اول في 100 هي فعلا اسم ولسه هما راجع فيديو. انا برسم اكلي عشان مواعيد متسم اكلي، بفطر الصبح بسباق بعدين هفطر تاني
واخدت بردو بالليل. النهارده ان شاء الله نازل بطوله الزعانف، سباق الزعانف، واول امبارح حققت ميداليه ذهبيه في سباق 100 حره، وسباق ال 50 حره حققت فيه الثاني. ماشي على نظام غذائي كويس، وبلعب فيتنس كويس. التمرين ساعتين، وبنشد، وانا كمان بتمرن في منتخب مصر مع كابتن احمد قد ومع كابتن امين وكابتن المدير الفني طارق لبيب، فالحمد لله انهم شادين علينا جامد. بقى في خبرات، يعني الموضوع بقى بالنسبه لنا، يعني ممكن لو في اول بطوله كان بقى في اليه في التنظيم، يعني خلاص من كتر البطولات اللي نظمناها بقى الموضوع ما بيبقاش فيه صعوبات قوي قد ما احنا خلاص متعودين بمنطقه الاعداد بتتعمل هنا، منطقه المدرجات بتتعمل هنا، واعتقد ان ما بقاش في حاجه بالمعنى المفهوم بكلمه صعوبات، يعني خلاص بقت العمليه سيستماتيك، من لان دي مش البطوله الاولى ولا الثانيه اللي بنظمها في مجمع حمام السباحه. عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي أخبارنا وفقرتنا في صباح أون تايم. وصلت معاكم للفقرة اللي بستعرض معاكم فيها أبرز أخبارنا في أون فاير نيوز. ابتدي معاكم بأخبار القلعة الحمراء. النادي الأهلي وبيخضع محمود كهربا وعلي لطفي ثنائي النادي الأهلي لفحص طبي اليوم، وده بعد الانتظام في التدريبات الجماعية بعد ما اشتكى الثنائي من الإصابة بنزلة برد قوية علشان يتم الاطمئنان على حالتهم قبل المشاركة في الميران. بيعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق لوضع برنامج الفريق خلال 12 يوم المقبلين، وحتى مواجهة المقاولين العرب في ربع نهائي كأس مصر. بيناقش مسؤول الأهلي فكرة إقامة مباراة ودية أو أكثر خلال المرحلة دي، بجانب طبعا حسم موقف المعسكر المغلق لتجهيز اللعيبة فنيا وبدنيا لعودة الدوري والمنافسات المحلية. انتقل مع حضراتكم من اخبار القلعه الحمراء النادي الاهلي لنادي الزمالك القلعه البيضاء، ونبتدي مع حضراتكم بعوده الفريق الى استئناف تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف بورجيله بميت عقبه استعدادا لمباراه الفريق المقبله امام فريق المصري بورسعيدي في دور الثمانيه لبطوله كاس مصر والمقرر ليها يوم 26 نوفمبر الجاري. كانوا اللعيبه حصلوا في الايام الماضيه على اجازه لمده 4 ايام بناء على قرار من البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق، ورجعوا مره ثانيه علشان يستكملوا تدريباتهم بداية من اليوم. نروح لخبر تاني، وطلب البرتغالي جوزوادو فيريرا المدير الفني للزمالك من الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود البحث عن مهاجم جيد في قطاع الناشئين بالنادي علشان يتم تصعيده للتدريب مع الفريق في الفترة اللي جاية، وحتى يتم الاستعانة به في المباريات في ظل غياب سيف الدين الجزيري والمتواجد مع منتخب تونس، وكمان إصابة يوسف حسن بشد في العضلة الخلفية، وأيضا سامسون أكينولا، يعني زي ما حضراتكم عارفين كان من اللعيبة اللي يمكن يكونوا شاركوا في مباراة لنادي الزمالك، قدر يحرز هدف أعتقد كانت مباراة إمبي، ولكن في التوقيت ده من بعدها اتصاب، فحتى سامسون أكينولا من المهاجمين المتواجدين داخل نادي الزمالك، ولكن لسه بعد إصابته ممكن يحتاج وقت علشان يرجع مرة تانية ينضم للفريق الأساسي أو يكون بيشارك بشكل أساسي خلال الفترة القادمة. فأعتقد أنه يمكن يكون فيريرا ده أفضل وقت أو يكون بحاجة ليه أنه هو يضم مهاجم من اللعيبة الشباب أو الناشئين داخل نادي الزمالك. نروح لخبر تاني وبيخص إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، واللي نفى مصدر في مجلس الإدارة النادي تلقي اللاعب أي عروض في الفترة اللي فاتت من أندية خارجية، وإن ده اللي بيثار خلال الفترة اللي فاتت في ملف إمام عاشور، وإنه ملف إمام عاشور ما فيش أي أساس من الصحة في الجزئية دي. أوضح كمان المصدر إنه لا توجد أي أزمة في تمديد عقد اللاعب، وهيتم حسم الأمر في الفترة اللي جاية، خاصة وإنه اللاعب من العناصر الأساسية في الفريق وجوده مهم. أعتقد أنه تصريحات أمير مرتضى منصور خلال الأيام اللي فاتت واللي كنت طلعت مع حضراتكم وقلتها عملت الجدل ده، يعني عشان بس الأمور تكون واضحة، يعني أنه اللاعب يطلع ينفي وأنه اللاعب يطلع يوضح ويقول أنه لا ما فيش أي مشاكل وأنه هو بيفكر يجدد وأنه هو خلاص يعني خلال الأيام القادمة هيجدد مع نادي الزمالك،
كان على عكس تماما اللي امير مرتضى منصور طلع وقالوا انه لا، انه نادي الزمالك بيتحدث مع امام عاشور، ولكن في مماطله من اللاعب في تجديد التعاقد، وان هو شايف انه ده مش انسب وافضل وقت ان هو يجدد تعاقده مع نادي الزمالك. اعتقد انه الامور دي كلها بتصب دايما في مصلحه اللاعب. اللاعب لازم يكون عارف قيمة النادي اللي هو بيلعب فيه، في نفس التوقيت يكون عارف قيمة انه مجلس الإدارة دايما بيحطه على الطريق الصحيح. يعني التصريحات أمير وقتها قال فيها انه اللاعب مش عارف قيمة إمكانياته ومش عارف قيمة المهارات اللي عنده، وانه هو في بعض الأحيان بيشت عن ده، وانه هو بيبتدي يكون مش ملتزم. فطبعا مثل دي الأمور انه يكون في تصريحات بالشكل ده، وان يكون في حب من مجلس الإدارة ومن الإدارة داخل نادي الزمالك للاعب، وان هم عايزينه يكون منضبط وانه يكون ملتزم بشكل كبير، اعتقد دايما بتكون في مصلحة اللاعب. بنتمنى ان الامور دي او المناخ ده يكون هو دايما الصحي ما بين اللعيبة او ما بين الأندية بشكل عام. بيواجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 في الرابعة والنصف مساء اليوم نظيره المغربي في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 17 سنة. بيمتلك منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة 3 نقاط تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بينما بيتصدر المغرب برصيد 6 نقاط، ليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، تونس في المركز الأخير دون رصيد. بيملك منتخب مصر للناشئين فرصتين في التأهل كلاهما لا بديل فيهم عن الفوز، يعني لازم يفوز النهاردة. في حالة الفوز بهدف نظيف لمنتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة على حساب المغرب، ممكن أن هو يتأهل بعدما رفع رصيده للنقطة الستة، هيكون بالتساوي مع أسود الأطلسي. هيكون تأهل منتخب مصر في حالة فشل منتخب ليبيا في الفوز على تونس علشان يحرم من الوصول للنقطة السادسة، وقتها بيتأهل منتخب مصر مباشرة على حساب المغرب. في حالة فوز ليبيا على تونس وتحقيق مصر الفوز على المغرب بهدف نظيف فقط، بيتم اللجوء وقتها بقى للمواجهات المباشرة اللي بترجح كفة ليبيا على مصر بالمواجهات المباشرة عشان تكون فرصة مصر هي الفوز بهدفين أو أكتر. نروح مع حضراتكم دلوقتي للتوقيت اللي بنستعرض معاكم بقى أبرز الأخبار الخاصة بالألعاب الأخرى، والحقيقة أنه دايما بنتكلم على لعبة كرة اليد ومدى تأثيرها، وأن هي اللعبة الشعبية التانية عندنا في مصر. الحقيقة أنه اللاعبات والشابات والبنات اللي دايما بيصنعوا الفارق في اي لعبه بنكون دايما سعداء وفخورين، خصوصا في المباريات القويه وفي البطولات القويه اللي بتمثل مصرنا الحبيبه. بنتكلم على كاس الامم الافريقيه، وطبعا بتكلم على انه اللعيبه السيدات قدروا ان هم خلال الفترات اللي فاتت والايام اللي فاتت يصنعوا الفارق، وان هم يكونوا بيفوزوا في عدد كبير من المباريات. طبعا خبر من اهم الاخبار اللي معانا ان مصر قدرت ان هي تهزم المغرب بامم افريقيا لسيدات اليد امبارح. حقق منتخبنا المصري لكره اليد بقياده مديره الفني رامي عبد اللطيف فوز غالي جدا على نظيره المغربي بنتيجه 28-20، ده في اطار الجوله الثالثه من المجموعه الثانيه ببطوله افريقيا رقم 25 واللي بتستضيفها العاصمه السنغاليه داكار خلال الفتره من 9 لحد 19 نوفمبر الجاري. انتهى الشوط الاول تقدم سيدات الفراعنه بنتيجه 13-4 قبل ما يحافظوا على تقدم خلال احداث الشوط الثاني من المباراه، وبيعد الفوز ده هو الثاني لبنات النيل بعد الفوز على منتخب تونس في الجوله اللي فاتت، وخسروا امام الكونغو برازافيل في الجوله الاولى. بنتمنى كل التوفيق لكل اللي جاي، وعاوزين نروح لابعد نقطه في البطوله دي باذن الله لسيداتنا وبناتنا، وربنا يوفقهم ان شاء الله. بما اني بتكلم عن السيدات والبنات والنجمات والمتألقات والبطلات اللي بيشرفونا دائما، معانا خبر مهم جدا عن نجمة التنس المصرية ميار شريف واللي تأهلت الى نهائي بطولة كلونيا الدولية للتنس فئة 125 نقطة، واللي بتقام منافستها في مدينة كلونيا التشيلية خلال الفترة من 7 ل 13 نوفمبر الجاري. صعدت ميار شريف المصنفة 63 عالميا الى النهائي بعد الفوز على الامريكية كارولين المصنفة 172 عالميا بنتيجة الأشواط 2-1 7-6 4-6 7-6 بعد مباراة استمرت لمدة 3 ساعات. ميار شريف قدرت أن هي تتأهل للنصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية إيما نافارو بمجموعتين دون رد. وجدير طبعا بالذكر أن ميار شريف توجد مؤخرا ببطولة بارما المفتوحة للتنس بعد فوزها على المصنفة 7 عالميا اليونانية ماريا ساكاراي بنتيجة مجموعتين نظيفتين، وطبعا بنتمنى لها كل التوفيق وبنسعد دايما بكل أخبارها اللي بتشرفها
بتشرفنا في كل مكان. بالتوفيق ميار، دايما نسمع عنك كل حاجه كويسه ودايما بتشرفينا وبتتالقي ودايما في مراكز رائعه. نروح مع حضراتكم من اخبارنا اللي بخصوص العابنا الاخرى ونروح لفاصل قصير، وبعدها نستقبل ضيفنا اللي هيكون منورنا النهارده الاستاذ ياسر حسين آسر حسين اللي هنتكلم معاه طبعا على كل الامور الخاصه بكاس العالم والتفاصيل والاستعداد لبطوله كاس العالم. نرجع لكم مره ثانيه. عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي حديثنا في صباح اون تايم. بيسعدنا ويشرفنا نستكمل حديثنا عن بطولة كأس العالم والاستعداد ليها، ويكون منورنا في الاستوديو الأستاذ آسر حسين اللي هنتكلم معاه عن كل الأمور الخاصة بكأس العالم. بنصبح عليك آسر، منورنا، أهلا بيك. صباح الفل عليك يا فرح وعلى جمهورك في كل حتة، مبسوط معاكي. بقالنا سنة وشوية بنتقابل بنتكلم لايف سكايب أو من لندن. منور الاستوديو ومنور اون تايم سبورتس، وفي حدث مهم، وأعتقد مفيش أهم من ده حدث إن احنا نكون يعني بتشرفنا فيه ونتكلم معاك عن كل التفاصيل الخاصة بيه. نتكلم معاك عن كأس العالم والتحديات أيضا. عايز أعرف من وجهة نظرك، شايف بشكل عام بطولة كأس العالم السنة دي عاملة إزاي؟ طبعا سعيد فرح طبعا أنا معاك النهاردة من الاستوديو. بطولة كأس العالم تنظيميا الواحد متشرف انه في بلد عربي طبعا. الاستعدادات كانت قوية جدا 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 من الجانب القطري. الملاعب شكلها حلو جدا، بس انا بعتقد انه هننبسط بكأس العالم. هنشوف منتخبات قوية. طبعا في حزن ان احنا ما رحناش، ان شاء الله نعود في النسخة القادمة، مصر تعود بإذن الله. لكن ما اعتقدش ان اللعيبة هتكون في المستوى البدني اللي متعودين عليه في كأس العالم. توقيت البطولة والاستثناء اللي اتعمل عشان مواجهة المناخ أو الجو العالي، الحرارة في قطر وفي المنطقة دي من الخليج، ويبقى تلعب في شهر 11 في نص السيزون. أعتقد يا فرح يعني نمني النفس إن نشوف كرة حلوة، بس ما نتوقعش إنه التوب بيك بتاع أو أعلى حاجة من القوة البدنية للعيبة هتكون موجودة يعني. طيب ممكن تشرح لنا أكتر الجزئية دي، بمعنى إن البطولة كانت بتقام في توقيت تاني، وإن يمكن يكون ده ما كانش بيأثر بدنيا على إنك فكرة إن اللاعب يكون في منتصف الموسم، صح كده؟ مظبوط جدا. في شكاوى كتير كانت من ناس تجاه البطولة. تمام. جزء منها ملهاش أي علاقة بالكورة، شكاوى من دول الغرب وكده، إنه يعني البطولة دي بتتعمل عندكم، ليه عاملين استثناء ليكم؟ دي قصة تانية خالص وخدونا في حتة تانية. لكن الشكاوى اللي كانت من المديرين الفنيين في الجزء الفني أو الشق المتعلق فرح بالكورة كانت بالأساس في الشق البدني، إنه اللعيبة هتبقى منهكة، بالذات مدربين الدوري الإنجليزي، عشان حدة المباريات والمعدل البدني اللي بتلعب، إنه كل مرة كنت بتبدأ كأس العالم في شهر 6 أو في شهر 7، فبالتالي كان في الموسم منتهي، في فترة إعداد قبلها، في توقف دولي، في استراحه للاعيبه. السنه دي اللي حصل انه اللعيبه خدت فتره الاعداد، بدات المواسم فرح في كل الدوريات الكبرى ايا كان بتلعب فين، وبالذات الخمس دوريات الكبرى في اوروبا. اتقطع الموسم في النص، وبيلحم الحمل البدني بتاع بدايه موسم منطلقه قويه جدا، واللي لعب حوالي 14 جوله فيه، مع بدايه كاس عالم انت عايز فيه توصل لاعلى مستوى من الحده والمنافسه والانتنسيتي، فطبعا طبعا هتاثر على لعيبه جدا. فكان في يورجن كلوب وابرزهم يعني مدربين كتير اتكلموا على جوارديولا، كان بيتكلم انا خايف على لعيبتي هيرجعوا لي، انا ما اعرفش الكونديشن او الحاله اللي هيرجعوا بيها، انا ما اضمنش، لكن هو بيتمنى طبعا ان اقل عدد من الاصابات، اقل عدد من الاجهاد. بالظبط، اقل عدد. وفي عدد كبير ما سافرش وما انضمش عشان اصلا الاصابات، بسبب الاصابات طبعا. صحيح. طبعا. طيب احنا كنا بنتحدث خلال الايام اللي فاتت عن المجموعه الاولى والثانيه، هبتدي معاك حديثنا النهارده عن المجموعه الثالثه، مجموعه مهمه وقويه جدا، مجموعه اللي بتضم الارجنتين، السعوديه، المكسيك، وبولندا. شايفين مع حضراتكم طبعا المجموعه على الشاشه، المجموعه اعتقد نقدر نقول متكافئه لحد ما، هي موزونه شويه. وهقول لك حاجه، ارجنتين اقواهم طبعا، اقوى طبعا طبعا، وطبعا احنا بنتكلم ان هي محطوطه على راس المجموعه، لان ده موقعها الحقيقه فرح، لانه الحقيقه احد مرشحين يفوز بالبطوله بقطر 22. فبالتالي ما اقدرش اتكلم او ابدا الكلام يا فرح على الارجنتين من غير ما اتكلم على ليونيل سكالوني المدير الفني. احنا بنتكلم ان الارجنتين كان فيها عندها صعوبات انها تعود تاني لمربع الذهبي، وتعود تاني للسيمي فاينل، وتعود للفاينل. 2014 كانت نقله كبيره جدا، وانك تخسر في اخر وقت قدام المانيا في النهائي بوجود ميسي كان قرب قوي من انه يعني يعانق اللقب. بالظبط. اللي حصل بعدها انه كان في، وبعد 2018 كان كل الناس بتعرض عليهم مدربين كبار يمسكوا الارجنتين، كان في رفض. ليونيل سكالوني الواحد اللي تم الوحيد اللي قال لك انا تمام هيتم قبول المهمه، واخد الرهان ده. النقله اللي على منتخب الارجنتين بتجديد الدم يا فرح كانت مهمه جدا، قدر في وقت قصير جدا انه يخلق فرقه قويه جدا، يخلق فريق
بيتمحور حول ميسي اه، بس شايل عنه العبء بتاع والحمل بتاع انت اللي بتقود الفريق وانت اللي لازم تكسب الفرق، فكل اللعيبه بتخدم عليه، لكن في نفس الوقت انا عايزك تستمتع وتبقى انت اللي بتعمل اجوان حاسمه وكده بطريق العب بطريقه ميسي. بالظبط. اسكالوني اثبت ده بالفوز بكوبا امريكا اللي غابت عن ارجنتينيا فرح حوالي 28 صحيح. سنه لما فاز بيها 21 كسب ثقه الشارع الارجنتيني. الماتش اللي اتعمل كده يعني كاول فكره اللي هو كان ضد ايطاليا بطل اوروبا اللي هو سموه فيناليسيما كسب ايطاليا 3-0 بطل اوروبا كانه بيلعب باكتساح كانه بيلعب فرقه يعني ضعيفه فبالتالي كسب الثقه اكتر عند الشارع والجمهور الارجنتيني. بالتالي احنا قدام فرقه النهارده نسخه مختلفه، ارجنتين مرشحه طبعا مش عشان العاطفه عشان ميسي والرقصه الاخيره وكده، عشان هم فعلا فرقه قويه صحيح. وفعلا تطورت جدا يا فرح، ما بقاش كل مره انت بتقول يا رب ارجنتين تاخدها عشان الناس بتحب ميسي آه. لا المره دي في فرقه قويه جدا، في 5 لعيبه انا بالنسبه لي هم الابرز طبعا ابرزهم ميسي الرقصه الاخيره ليه اخر كاس على الناس بتتمنى انه يقدر يحقق بالظبط يصنع شيء لو تارو مارتينيز طبعا في الانتر مهم جدا في خطه سكالوني لانه مش بس مهاجم قوي لو تارو ذكي جدا في فتح المساحات فبالتالي بيقدر يوسع لميسي بياخد في ظهره المدافعين ميسي بيبقى عنده المساحه انه يجي بوش في منطقه الجزاء طبعا ايميليانو مارتينيز حارس مرمى استون فيلا شفته يعني حتى في لقطه كانت معانا لو الشباب يجيبوها كان اللي كان بيعمله يعني غير انه جون كويس مشاكس جدا دايما بيخلق حاله يعني لو شفنا ماتش يونايتد كان هو اللي بيوقف الحيطه بتاعه الجول. اعتقد في 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 لغه كره القدم بيتسمى النوعيه دي من اللعيبه انه حارس مرمى عنده الستايل الخاص بيه مظبوط يعني عنده ستايل بتاعه هو عنده حته بتاعه الطليان ايوه يعني سوري في اللحظه دي هم معانا حراميه كوره هنا كان بيوقف الحته بتاعه يونايتد عشان يمنع يحجب الرؤيه عن ديخيا بشكل ذكي جدا ولما لوكاس ديني حط الفاول هو بيجري متاكد ان الكره داخله يعني من هو بيعمل الحاجات دي طبعا بعد ما الخطا بتاع كاباليرو الحارس مرمى كبير في السن قدام كرواتيا صحيح. كان ارجنتين محتاجه ان جون يجي بعد سيرجيو روميرو فرجع ايميليانو مارتينيز ركيزه كويسه تبقى في حراسه المرمى طبعا في ديبول كان متعود انه في فريق اول ما طلع بيلعب رقم 10 مع وجود لوسيلسو باريدس واحد بيلعب وايد ميد فيلدر يعني بيبقى على الطرف شويه وباريدس خلاص عارف ان هو وسط ملعب ارتكاز ديبول عنده الحته دي شويه انه يبقى رقم 10 صانع اللعب اللي بيساعد ميسي في انه برضه يفضيله مساحات في وسط الملعب طبعا كريستيانو روميرو بقى ركيزه مهمه جدا اللاعب تطور كده تطور جدا في ايطاليا سمح ان يروح ده سمح له انه يلعب في توتنهام تحت كونتي هو ركيزه دلوقتي سكالوني بيقول لك عنده 24 سنه لكنه قائد خط الدفاع انا اقدر ابني عليه ان يبقى في لعيب قائد بينظم اللعب ورا فبالتالي في منظومه في الارجنتين طبعاً. دلوقتي مع ليونيل سكالوني اعتقد ان الارجنتين طبعا مرشح اساسي دادي بول طبعا مرشح اساسي انه يفوز باللقب وكمان يعني طبعا ممكن نشوف الارجنتين بشكل مختلف جدا جدا مع النسخه طب لما بقول الارجنتين شعور كده داخلي على طول جوايا بروح اللي ما قبل كوبا امريكا وبفتكر مارادونا وبفتكر المشاهد المخلده في الذاكره والتاريخ لمدى حب وشغف مارادونا وتشجيعه وبكائه داخل الاستاد وبكائه على خسارة الأرجنتين ما بفتكرش أي حاجة غير اللحظات دي من بعدها هو توفى ولكن اللحظات دي محفورة لكل عشاق الأرجنتين في كل مكان إنه مارادونا كان نفسه يشوف الأرجنتين بتفوز بكأس العالم وكان نفسه يستمتع معهم وكان حاجات كتيرة قوي لكل عشاق الأرجنتين تعليقك إيه وشايف التوقيتات دي ومارادونا إيه بالنسبة للأرجنتين حقيقي جدا فرح بصي مارادونا يبقى مارادونا يبقى الرمز يبقى لما تتكلم على الكرة في الأرجنتين هو التمثال اللي بيجي في خلفية وفي عقل كل مواطن أرجنتيني مارادونا ده اللي بتكلمي يعني غير الكرة سينمائي جدا دايما عنده ثوري جدا القصه بتاع ماتش انجلترا اللي اهان فيه المنتخب الانجليزي وقصد انه يجيب جون قال لك انا كنت في اوضه اللبس بنسمع الحرب اللي كانت على الجزر فانا عايز ارد على المنتخب الانجليزي من خلال الكوره فبالتالي هو رمز كبير جدا بره الملعب وجواه طبعا يعني 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 كنا نتمنى انه يكون موجود ولو حصل ارجنتين وميسي رفع الكاس طبعا لقطه نتمنى ان مارادونا يشوفها لكن يعني مع احترام طبعا كامل لميسي واحد يعني افضل لعيبه في العالم على مدار 16 17 سنه فاتوا الارجنتين هي مارادونا الحقيقه هتبقى مارادونا هو الارجنتين ف
يعني لما تيجي الذكر بتاع الارجنتين مارادونا اول صوره تيجي في بالك. صحيح صحيح. فده بالنسبه لمارادونا يعني. طيب هروح معاك استكمالا لمباريات المجموعه دي. حابين برضو نفكر الناس ان المباراتين ان شاء الله هتكون المواجهه الاولى ما بين الارجنتين والسعوديه على طول. مباراه هتكون قويه جدا. المباراه دي هتكون الساعه 12 الظهر بتوقيت القاهره يوم 22. المباراه الثانيه هتكون ما بين المكسيك وبولندا الساعه 6 مساء. المباراه الاولى ما بين الارجنتين والسعوديه، شايف المباراه دي ازاي خصوصا انها تكون اول مشوار السعوديه في البطوله؟ قويه قوي يعني، عارف بتضر للنار على طول. بتضر للنار. بس اقول لك على حاجه فرح، بحس يعني انا سعيد منتخب سعودي هيعمل المواجهه الاولى مع الارجنتين، لانه احيانا في كاس العالم لما تاخد استيعاب الصدمه واستيعاب الخضه بتاعه ضربه البدايه ده مهم جدا. لما انا اخلص من اقوى فريق في المجموعه بدري حتى لو خسر المنتخب السعودي لا قدر الله، ده المتوقع يعني قدام الارجنتين واحد مرشحين للقب، خلاص عرف يبني حساباته في الماتشين الجايين وعرف يقيم نفسه. يعني هي مباراه مهمه جدا لتقييم اداء المنتخب السعودي قدام نفسه، وهيرفي ريناري بيعرف كتبته واقفه فين لما تلعب فريق مرشح للقب زي الارجنتين في بدايه المشوار خالص، يقدر بناء عليها يبني عدد النقاط اللي محتاجها من المباراتين التانيين. فبالتالي انا شايف بالعكس، مش لسه شايل هم المواجهه دي قدام. بالظبط. لو كانت في الاخر اللي او اللي متسيب بالظبط كنت هتبقى حاسس عمال بتذاكر لماتش ارجنتين وبتشوف العناصر ممكن تغير التشكيله. فبالتالي لا، انا مبسوط ان المنتخب السعودي هيبدا بيها. وانت لابسه النهارده اخضر بتدعمي السعوديه. منتخب شويه البس اخضر بتدعمي السعوديه، شويه البس اخضر الاتحاد السكندري ممكن المكسيك شويه. لا طبعا اتمنى فرح التالق للمنتخب العربي السعودي. واقول لك على حاجه، عندهم نجوم كبار وعندهم محترفين كتير جدا، واعتقد انه كل واحد فيهم عايز يصنع شيء. وبصراحه لو اتكلمنا على وجود السعوديه ايضا في التوقيت اللي كانت مشاركه مصر فيه طبعا في مجموعتها في كاس العالم الاخير، كان معانا اوروجواي وروسيا والسعوديه، بنتكلم على ان احنا شفنا السعوديه بشكل جيد. يعني حتى المباراه دي يمكن كانت ساعتها منتخبنا المصري ما كانش موفق، وكنا متخيلين ان احنا انه منتخب السعوديه ممكن ما يظهرش بشكل جيد. لا، ابهرنا جميعا وظهر بشكل رائع جدا. بصراحه اشقائنا في السعوديه لازم نديهم حقهم، لانهم فعلا بيمتلكوا منتخب عنده عناصر جيده جدا. دي حقيقه. وزي ما كلمتي على اخر ظهور في 2018 والخروج للاسف من دور المجموعات مع شقيقه المصري، السنه دي القصه مختلفه. في مدرب كبير قوي 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 بيقود منتخب السعوديه وهو هيرفي رينار. هيرفي رينار عمل اسم وسمعه كبيره جدا في الكره الافريقيه، تنجح ان انت تاخد كاس الامم مع زامبيا، تعيد الكره مع كوت ديفوار، تبقى اول مدرب حقق لقب الكاس الامم مع اثنين مع منتخبين. بعد كده بيتم انتدابه في 2019 مع السعوديه، كل حاجه اتغيرت حتى طبعاً. طريق ستايل لعب منتخب السعوديه. فبالتالي النهارده السعوديه داخله بذكريات 94، المجد بتاع 94 والفريق الوحيد العربي اللي تأهل لدور 16، يمكن عدد المشاركات يشرف طبعاً. طبعاً هو المنتخب التونسي والمغربي، لكن بيفرق السعوديه عنهم ان هم تأهلوا، قدروا يطلعوا من قصه ان نكسر عقده المنتخبات العربيه في قصه المجموعات. طيب سريعا جدا برضو نروح للتاهل بقى من وجهه نظرك ان شاء الله. برضو نقول ان المواجهه الثانيه يوم 26 نوفمبر هتكون ما بين بولندا والسعوديه، الارجنتين هتكون في مواجهه المكسيك، 30 نوفمبر هيكون في مواجهه ما بين بولندا والارجنتين، واخيرا السعوديه والمكسيك. من ملخص المجموعه دي من وجهه نظرك مين الاثنين المتاهلين؟ طيب احنا ممكن نقول على الورق انه او الناس بحجم الاسامي والتاريخ ان الارجنتين والمكسيك اللي تاهلوا، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا ان السعوديه تحت قياده هيرفي رينار ممكن جدا 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 تتاهل مع الارجنتين. لانه ماتش بولندا بعتقد السعوديه لازم تكسبه. لازم تكسبه، وعندها كل المقومات تعمل. هيرفي رينار لعيب مدرب جريء جدا يا فرح، بيهاجم اي فرقه ما بيخافش، اعتماده على الاجنحه طبعا سالم الدوسري في الاساس، عنده كمان فراس البريكان اللي هو اكتشفه من 3 سنين مهاجم الفتح، لعيب ممكن نشوف يعمل اداء لعيب صغير لسه عنده 22 سنه. فبالتالي عنده العناصر اللي تعمل ده. فبالتالي التمني شيء، انا عارف في شعراء بين تمني وتوقع، لكن انا كمان التوقع مع التمني اعتقد ممكن جدا مع التمني حتى مع وجود هيرفي رينار. مع وجود هيرفي رينار خساره المباراه الاولى مع الارجنتين، لو اعتبرنا ان دي خساره مضمونه لا قدر الله، تقدر على الاقل ان ياخد 4 نقاط من مباراه بولندا والمكسيك. صحيح. هروح معاك بقى سريعا للمجموعه الرابعه، مجموعه قويه جدا طبعا، بتضم فرنسا، استراليا، الدنمارك وتونس. انا في بدايه حديثي اتكلمت عن المجموعه دي وقلت مجموعه مش سهله ابدا على تونس الشقيقه لاسباب كثيره. اول حاجه المنتخب التونسي
الرومانسي بشكل عام. كنت بتكلم على فكرة انه معتاد خلال الفترات اللي فاتت ان هو يكون في بداية المواجهات مريح، يعني لو الدنيا ايه ما زبطتش معاه في البداية معتاد على فكرة ان انا اجي من بعيد وان انا نافس وان انا احاول ان انا اعوض الخسارة او التعادل، ولكن المباريات دي مع المجموعة دي وقوة المجموعة مش هيكون في وقت للتعويض. فانا بتمنى ان منتخب التونسي الشقيق يظهر بشكل جيد ونقول بالفول باور بتاعه في بداية المباريات عشان مش هيكون في وقت ان هو يعوض. البداية مهمة جدا فرح، طبعا طبعا اخد من كلامك البداية مهمة جدا. كمان عليه جزء كبير جدا نفسيا جلال القادري المدير الفني القدير للمنتخب العربي التونسي انه ما يخش ما يوصلش جوه غرفه خلع ملابس او قبل دخول اجواء المونديال وانتم وهم في قطر انه احنا داخلين المجموعه دي على اننا الفريق الاقل حظا او اللي مش هيصعد او الاندر دوج زي ما الانجليز بيقول، لانه لا انت ما تخش توصل لعيبه احنا فرصنا متساويه. طبعا مع الوضع في الاعتبار حجم المنتخبات يعني يكون واقعي طبعا معنا فرنسا حامل اللقب لكن احنا ممكن مع المنتخبات الثانيه نعمل نتائج ايجابيه. الحقيقه المنتخب التونسي انا بتمنى طبعا نشرف الكره العربيه والافريقيه البطوله كاس العالم دي في الدوحه في قطر يا فرح، لكن في نفس الوقت قصه الوصول انا عجباني جدا. احنا بنتكلم على يعني القدر شاء او الصدفه قادت ان جلال القدري يكون مدير الفني لتونس هو اللي يقود تونس لكاس العالم. احنا بنتكلم في كاس الامم كان منذر الكبير هو المدير الفني. لو تفتكر يا فرح ماتش نيجيريا في كاس الامم حصل ضرب الكوفيد وضرب الكورونا عناصر كتيره من الجهاز الفني ومن اللعيبه لتونس، فمنذر الكبير هو قعد في الحجر الصحي وجلال القدري اللي قاد المباراة. كسبت تونس على نيجيريا احد المرشحين صحيح. كانوا للبطوله. الشارع التونسي ساعتها قال لك احنا بنتفائل بالراجل اللي عايزينه يبقى هو المدير الفني الاساسي. المباراة اللي بعدها رجع منذر كبير لعب قدام بوركينا فاسو وخسروا، فتزايد تعالت الأصوات في شارع التونسي طب احنا عايزين جلال القدري يبقى هو المدير الفني. اتحاد التونسي هو كمان كان جاي يعني شاءت انه جابوه كمدرب تاني مساعد في 2021 لعب كاس الامم في اول 22 وبعد كده حصل اللي حصل في مباراة نيجيريا. بعدها على طول كان قرار اتحاد التونسي يا فرح انه طيب احنا هنخلي جلال القدري هو فعلا المدير الفني يعني يستحق وقالت لي انه يكون على رأس القيادة الفنية للمنتخب العربي التونسي. اللي حصل انه كان قد المهمة وفي فترة اقل من 7 شهور قدر مع نصور قرطاج انه يفوز في المباراة الفاصلة رايح جاي مع منتخب مالي وصعد المنتخب التونسي لكاس العالم. فبالتالي هي قصة اتمنى انها تكمل بحاجه تضاف لرصيد جلال القدري في كاس العالم. طيب لو رحت معاك سريعا اسر علشان وقت حلقتنا انتهى، مين المتأهلين من المجموعه دي؟ فرنسا وبنتكلم على تونس يعني انا اتكلم بسرعه على فرنسا حامل اللقب. خلي بالك يا فرح برضه الورق بيقول فرنسا والدنمارك. الدنمارك بقى لها فرنسا مش قادره تكسب الدنمارك بقى لها 7 سنين فدي عقده للمنتخب الفرنسي رغم انه حامل اللقب. ديشامب داخل عايز يحقق تاريخ جديد. خلي بالك انه ده المدير الفني الوحيد اللي حققها كلاعب في 98 يا فرح وحققها كمدير فني في 2018. فرنسا عايزه تروح للقب الثالث. فرنسا والدنمارك الاقرب طبعا لكن بتمنى انه المنتخب التونسي يحاول يعمل خلخله في ترتيبات المجموعه دي. اسر كنا سعداء جدا جدا في زي نقول كده الهايلايتس السريعه اللي اتكلمنا فيها عن المجموعه الثالثه والرابعه، ودايما يتجدد لقائنا وان شاء الله نكون على مدار البطوله بنستمتع بكلامك وحديثك لما ندخل بقى في قلب المطبخ ونبتدي نتكلم على المباريات ونشوف الاداء. اعتقد الرؤيه بتظهر وبتوضح اكتر لينا جميعا. تحياتنا ليك ونورتنا. مبسوطه فرح كنت معاكي مع جمهورك المحترم. سيه مشاهدينا هنروح مع حضراتكم للتوقيت اللي بنستعرض معاكم ابرز اجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده فقره اللعبه. سؤالنا ليكم كان بيقول من وجهه نظركم مين اللاعب اللي ممكن يفوز بجائزه افضل لاعب بكاس العالم قطر 2022؟ جالنا اجابات كتير وكان ابرزها يوسف وائل بيقول صباح الخير يا فرح انا شايف انه امبابي. علي محمد نور بيقول اتوقع افضل لاعب نيمار وفوز البرازيل بكاس العالم. أشرف يوسف بيقول صباح الفل عليك يا فرح أتوقع أفضل لاعب هو ليونيل ميسي. دي أبرز التعليقات اللي جت لنا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. بكده تكون انتهت الحلقة. يتجدد لقائنا بكرة بإذن الله. أشوف حضراتكم وحلقة جديدة من صباح أون تايم ويومكم خير وسعادة وفرح.